تبنى حزب العمال الكردستاني قتل ضابطي شرطة تركيين في بلدة رأس العين انتقاما لهجوم سروتش، فيما ذكرت صحف تركية أن السلطات التركية كشفت هوية منفذ الهجوم استنادا إلى نتائج التحاليل الجينية، ويدعى سايح عبد الرحمن من مدينة أدايميان جنوب شرق تركيا. كرد انتقامي على تفجير بلدة سوروتش التركية، تبنى حزب العمال الكردستاني قتل ضابطي شرطة تركيين في بلدة رأس العين جنوب شرقي تركيا بتهمة التعاون مع داعش. السلطات التركية كشفت قبل ذلك أن منفذ الهجوم شاب تركي في 20 من عمره، وأكدت استنادا إلى تحاليل جينية أن الشاب من مدينة أديمان جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية. الصحف التركية أوردت أن الشاب يدعى سايح عبد الرحمن التحق بصفوف تنظيم داعش قبل شهرين فقط. الحكومة التركية اتهمت على لسان رئيسها أحمد داوود أوغلو تنظيم داعش بالوقوف وراء التفجير الانتحاري الذي راح ضحيته 32 قتيلا وعشرات الجرحى. وكانت التحقيقات الأولية رجحت سابقا أن منفذة الهجوم بحزام ناسف فتاة في 18 من عمرها منتمية لتنظيم داعش دخلت تركيا في وقت سابق. الصحف ذكرت أن السلطات التركية تحقق في وجود أي روابط بين هجوم سوروتش والهجوم الذي أوقع 4 قتلى وعشرات الجرحى خلال اجتماع لحزب الشعب الديمقراطي في 5 يونيو في ديار بكر قبل يومين على الانتخابات التشريعية التركية. وبحسب صحيفة حرية فإن آلية الشحن الناسفة متطابقة في الحالتين، وأن منفذي الهجومين المفترضين انضما إلى صفوف داعش في الفترة نفسها. حسين الطود، العربية.